بصوا، النهارده الموضوع هيبقى مختلف شويه. الناس كانت عماله بتسال ابو اسماعيل ما ترجع ماينكرافت، ترجع ماينكرافت، ترجع ماينكرافت. وكان في يعني وناس اقترحت في الايام الاخيره ان احنا ممكن نلعب نجربها على اساس ان احنا نشوف اخر تحديث حصل، لان المفروض ان هي وصلت ل 1.17، فالمفروض الفيرجن دوت بقى فيه حصل حاجات غريبه. المهم انتوا عاملين ايه الاخبار؟ انا اسمي عايز، واهلا بيكم في هذه القناه العجيبه. مش عارف اذا كانت دي ممكن تبقى سلسله ولا لا، بس ده هيعتمد على الفيديو بتاع النهارده. يعني لو انتوا دعمتوا الفيديو دوت، لان انا بصراحه ما عنديش استعداد ان انا ممكن اعمل فيديو وبعدين الاقي الناس ما بتتفرجش عليه. فانا في دماغي حاجه دلوقتي، الورد بتاعي زي ما هو موجود بس متشال منه حته، فطبعا احنا مش هنرجع له. بس انا عندي اقتراح لحاجه ظريفه جدا. يعني احنا هنكريت الاول وورلد، تمام؟ انا هعمله نورمال لان انا ما عنديش استعداد بصراحه ان انا العب هارد. انا ما وصلتش لهذه المرحله من الشبحانه. اكتيفيت شيت لا طبعا، ماشي. وبعدين هنيجي هنا في الريسورس باك، احنا بنلعب على نسخه بيدروك مش نسخه الجافا، لسبب بسيط جدا، لان احنا هنا هنقدر نستخدم الار تي اكس. ايه ده؟ هوبا، ايه ده؟ انا في جزيره؟ استنى يا عم، انا مفهوم مظبط المايه يا عم، يخرب بيت الطريق. ويت، فين يا عم؟ اهدى، ماشي ماشي. الشغل ده ايه ده؟ المايه بقت عامله كده. ايه ده؟ ابو اسماعيل ما تلعبش في البتاع دوت، في الريسورس باك. ويت، ارجع. هي فين بقى؟ المفروض هنا اهي. ده اكتيفيت وبعدين ارجعها تاني. ايه ده؟ اوكي، ايه ده؟ المفروض ان المايه موجوده ولا ايه؟ ولا هي مش موجوده؟ ايه المنظر ده؟ موجوده يا عم. الو، ماشي. احنا نزلنا في جزيره قريب، فاللي حصل دلوقتي ان احنا بنلعبها في نسخه بيدروك، بنلعب بالار تي اكس وبتاع. فانتوا دلوقتي احنا مش حاطين ماد ولا اي حاجه من دي. ايه يا حاجه عامله ايه؟ يخرب بيتك. ان احنا هنبدا من هنا من بيدروك، هنجرب الحاجات الجديده. ايه ده؟ في قطه هناك ايه ولا ده كلب؟ فاحنا هنلعب هنا في نسخه بيدروك، هنبتدي من الاول خالص لحد ما نوصل للاند. تقريبا هتبقى مثلا بتاع حوالي 12 او 13 حلقه، فده يعتبر الموسم الثاني. فده هيعتمد على الحلقه دي. لو انتوا دعمتوا الحلقه دي بطريقه كويسه، انا هكمل في السلسله، تمام؟ تدعمها ازاي؟ ان انت تعمل لايك، تمام؟ ولو انت جديد تعمل سبسكرايب، تمام؟ ايه اللي هناك ده؟ ده البدايه دي؟ ايه ده؟ اوكي طيب. هاي، ازيك؟ اوكي، مش ده البتاع اللي احنا بنكسره وبيطلع لنا منه البتاع الفيش الغريبه دي؟ المفروض في شيست هنا. الو؟ اهو. اوبا، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ولا 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 في ميه هنا يا اخوانا. الو، ويت ويت يا ميني، موضوع كده جميل جدا. وعندنا فيشنج رود، اوكي، مش عليها لاك اوف ذا سي. انتوا عارفين ده اصلا ممكن نعمل بيها ايه؟ اصلا ممكن نصطاد حاجات هنا، نصطاد سمك، ممكن يطلع لنا حاجات اصلا عليها انشانتد اصلا، وحاجات حاجات مسحوره. ايه يا سمك، عامل ايه؟ ايوه ايوه، البتاعه دي، البتاعه دي ممكن تخلينا اصلا نعملها مع البوشن، هيخلينا نتنفس تحت الميه. استنى كده، عشان احنا اصلا محتاجين اكل بالمره. النهارده عايزين نجيب دايموند، ده اهم حاجه. تقول لي زي لك، معرفش، اول حلقه كده عرفت هبت دي، هبت منك بقى بالجزيره اللي احنا فيها دي. فقولوا لي لو الفكره دي عجبتكم، ما تقلقوش، الورلد بتاعنا الاولاني هنبقى نزوره مره وهنبقى نخلص فيه الاند بس فراغ خالص. فالله، ايه ده؟ ازيك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ ده حصان، ماشي. احنا في حته منيله. الو، ايه يا فرخه، عامله ايه؟ ازيك؟ ازاي بدايه القصيده كده؟ بتعملي ايه عندك؟ اطلعي، ماشي. احنا مبدئين دلوقتي اللي احنا عايزين نعمل تولز وندور على مكان ننزل فيه. ده ايه البدايه دي؟ ده البدايه المنيله دي. استنى نشوف اي دولفين يودينا. مش عارف اذا كان الايفكت بتاع الميه مريب شويه، هبقى انا اظبط الموضوع دوت، ما تقلقوش. ويت، نعمل لنا مركب. طيب ويت كده، انا بس عشان افتكر بس احنا كنا بنعمل مراكب ازاي. الو، ايه ده؟ محتاجين وودن شافل، بس الموضوع شكله جامد يا جدعان. الو، هي ايه دي؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ ها؟ ها؟ يخرب بيتك ولا؟ ده واحد كان بيضرب باللي هو الترايدنت ده يا عم. أنا باكل، عمال آكل سمك ناي. احنا ريحنا، احنا ريحنا صح؟ اوكي، أنا نسيت خالص. قريب، أنا ريحت، أنا ريحت في أول يوم. أنا أصلا نسيت إن أنا أصلا محتاج إن أنا أنام. هم واخدين بالهم مني؟ وانا عامل لي فيها، عامل فيها روش قوي. قال ايه؟ راح اجيب دايموند في اول حلقه. استنى يا عم، هنجيب دايموند في اول حلقه. ويت، يخرب بيتك ولا؟ السبايدر وقع في الميه. يا لهوي، ده معاه ارمور وحاجات. ولا 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 ولا، لا هتعمل لي فيها بتاع. في حد بيضرب ورا؟ خد دي، الاكس بتاعي بايظ بايظ. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. اوبا، يخرب بيتك ولا؟ ها؟ وكريبر كمان كملت. يلا، ما هي ناقصه. ابو عمو، ابو عمو، ابو عمو، ابو عمو، ابو عمو، ابو عمو، ابو عمو. ايه؟
ولا 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 الله انت لا هتعملي فيها روتيت بلعب كنترول كده بره. اوكي الحمد لله الحمد لله. هل في شبح تاني فيكو عايز يروش؟ ايه ده اندر مان كملت؟ مفيش اي دولفين طيب يوصلني لحد اخر الشارع طيب ولا اي حاجه؟ ده ايه المنطقه المنيله دي؟ اجيب الكرافتنج تيبل. ايه ده بسكرتون اهو. اوكي باي باي. اتحرقوا ولعوا. كان في حاجه منوره تحت كده عايز اعرف ايه. ايه ده؟ ده ايه؟ استنى يا عم انا مش فاكر ده ايه ده؟ عايزين بيك اكس. ويت ولا 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 انا اتزنقت يا انا اتزنقت وموت. ايه ده بتاع اللعبه ما كانتش شغاله ما كانش عايز يخليني ادوس سبيس عشان اطلع. اوكي اوكي بسرعه ايه طلعني يلا طلعني يلا يخرب بيتك اتزنقت. انش ده ايه في معبد هناك اهو تقريبا ده معبد يا عم. لا ده مش معبد يا عم ده التلج. في جزيره هناك اهي في حته فيها شجر. حلوه المنطقه دي. نبتدي من هنا ولا ايه؟ علاوتك في ال RTX حركات. في حد بيضرب فيا تقريبا؟ في حد عمال بيضرب فيا تقريبا. ايه ده اهو ده معايا ترايدنت. ايه ده؟ ولا عبيط يا هو ده اللي دمجنا يا اخوانا. ينفع اخد البتاع ده؟ ما ينفعش؟ ما ينفعش؟ استنى بس انا بقى انا اول مره اواجه هذا الشخص. اوه في كيف سيستم هنا والدنيا ظريفه. هو بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ ده مجنون يا عم. ده عبيط ده عبيط. اوكي طيب ما علينا. عايزين نعمل سرير. بدايه كانت سيئه جدا يا جدعان. هو مفيش اي خرفان هنا طيب ولا ايه ده في ايه؟ ولا الدنيا بتليل يلا يخرب بيتك. ريحنا صح؟ ريحنا. ايه البدايه دي؟ ها؟ ده زومبي فيليجر يا ولا 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 عبيط يا. ايه البدايه دي؟ ايه الفيديو ده؟ لقينا منطقه ممكن نبتدي منها البيز بتاعتنا بس انا ما عنديش حاجه نبتدي بيها اصلا. ايه ده؟ لا ما هي طالبه بقى يلا. عارف انت في ويتش كمان بالمره. لا لا لو النبي لو النبي لو النبي لو النبي لو النبي لو النبي ده كل ناس ورايا. انا هاكل لحمه نيه يلا. معلش هاكل لحمه نيه معلش 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 انا اسف. ولا 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 ده البدايه ده البدايه ده البدايه. ايوه ريحوا بقى بس 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 خلاص. وريح دماغك. في كريبر هناك اهو. بدايه جميله جدا على فكره. انا حد غني جدا بس الزمن جرى عليا. معلش لا مش نازل معلش اصل انا مش فاضي. انا اصلا الكوميديا ايه ان انا ما نمتش لمده يومين دلوقتي فممكن احتمال يعني يجي لي فانتوم. هو ما اعرفش الفانتوم دوت بردك حاجه كده بيقعد يطير وبتاع تمام بس لازم تقريبا ما تنامش لمده كام يوم تقريبا مش عارف مش متذكر بصراحه. ماشي هتلاقي بقى كمل بقى ده بقى اللي هيريحنا بجد بقى. هتلاقي طاير بقى من فوق. مش نازل صدقني انا مش نازل. ما تحاولش لا 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 ما تقولش لا ما تحاولش ان انت تتنهد لي بقى وتعمل لي بقى الحركات بقى الجميله جدا دي وتقعد تبص لي بقى وتعمل لي بقى ايه بابي دوك ايز. لا ماليش انا في الهري ده. هل ينفع اصطاد من هنا؟ تصدق والله فعلا. ايه ده؟ السلام عليكم. يخرب بيتك ولا انا اصطاد العنكبوت. ما علينا ما علينا. السلام عليكم. يخرب بيت هوبا. انا ناسي خلاص ان ده عنكبوت اصلا. العنكبوت بيطلع على البيبان. الو طيب اوكي طيب. ايه الدراما دي؟ ايه الدراما دي؟ ده انا ناسي خالص ان هو عنكبوت يا عم. خلاص يا عم انا اسف. يخرب بيت اللي زعلكم. ولا 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 ده مش معنى ان الزمن جرى عليا معنى كده ان انا ما اقدرش ادافع عن نفسي. اوعى لا اوعى لا اوعى لا اوعى لا اوعى لا بيعملها الولد بيعملها ابو اسماعيل. الله عليك. ويدي ده ويمين وشمال ويمين وشمال. الله وهتتحرقوا. ما
وضع اللي احنا كل اللي احنا اتعلمناه في السيزون الاولاني ما استفدناش منه باي حاجه هنا. هي الكوميديا، خلونا نحلل بس اللحظه، الكوميديا ان احنا نزلنا في حته ما فيهاش اي ريسورسز، عارف انت، وانا قعدت روشت شويه على اساس ان انا بقى ايه فاهم بقى وكده، فقلت خلاص بقى الدنيا هتبقى ظريفه، ونسيت خلاص ان انا ايه اتحرك لحد قدام بحيث ان انا اظبط نفسي. اما لو انتوا عايزين ان احنا نبقى نكمل الرحله ديت، نحاول ان احنا نظبط موضوع ان احنا نوصل للاند، مع ان البدايه جميله جدا يعني مش مبشره خالص، يعني يا ريت تدعموا الفيديو ده يا جماعه، يعني يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب لو انتوا عايزين نتوسع السلسله دي ممكن تكمل في الموسم الثاني يعني. وعمدا يعني يا رب يكون عجبكم الفيديو، حابين نشوف فيديوهات ثانيه من ماينكرافت او من العاب مختلفه، اكيد انتم لايك وسبسكرايب، وشوف كل فيديو جاي. سلام.